معكم. بعتلي بيبي نضال بتقلي بونجور اتس فرايدي، انه على اساس انا الويك اند مقتل بعده مشاريع، عرفت انه اتس فرايدي خي جينا على الويك اند بتفرق يعني عن باقي الايام. لا شيء معي كلمات ما في معي لا شيء توفي لا شيء معي إلا حتى الحكي أوقات بيخلص كلمات وكلها هي لأنه بتعرف شو هي مغرومة وتعمل هايكينج وعرفت شو إيه بجوز نتظاهر بأننا بخير. وقالوا سعيدة في حياتها كل مرارة الليل أول ما بيطلع نهار نتجاوز كل هالكوابيس اللي عم نشوفها الغريبة الأطوار وبيطلع الضوء ومنقول رغم كل شيء كتر خيرك يا رب. أنا مش سودة بس الليل عزيزي كلكم يعني تبقى أنت عندك مشاكلك الداخلية النفسية المادية الاجتماعية المهنية كل شيء يعني انه يعني اللي فيك مكفيك يعني بالحياة عموما والأجواء البلد وهيك بيطلعوا لك هيدولي تبع تويتر يا زلمة بيقولوا لك انه شو هيك مثلا انت انا عم بقراهن ما بتسمع صوتهم انت بتقراهن بس انا عم بقلك كيف صوتهم شو ما شفنيك استعملتي هاشتاج التدقيق الجنائي الان وانا شو مستعمل التدقيق الجنائي من 2017 عرفت بتقولهم أنا مستعملته قبلكم ومطالبة فيه ومش معقول ما أكون مطالبة فيه مثلا إذا بدك ترد عليهم يعني تزغر عقلك وترد عليهم بيقولوا لك بيطلع لك واحد بيجي بيقول لك طب وين فرجيني هلأ أنا بدي أرجع فوت على كل التويتس اللي كاتبتها لرد عليه ولك مينك أنت أنت مين يعني لحتى تربيني شو بدك حبيبي أنت فاهم الكونسبت غلط يعني كأنك بتمضي انت اول ما تفتح اكاونت انك مضطر ترد على كل الناس مضطر انك تجاوبه لأخونا يعني عاملين حال مثل كأني انا اونلاين عم بدرس والمعلمة عم تعيط علي كانت 24 ساعة حلوة صراحة السوشيال ميديا اهم شيء اني ما بقبض حدا شافني شي مرة قبضت يبلغ عني جمهوري الحبيب لا قبضة من مصرف لبنان ولا جايب لي هدية رياض سلامة ولا شو اسمه ده صاحبنا تبع جمعية المصارف ولا حدا بالعكس فضل ما اتلقح اذا بده يهديني اياها مش لا شكرا كل من يمسك لسانه حبه في قلبي امانه حدا معنا بالإذاعة نضال أنه بده يتلقح عند القوات شنطة بترجيكي تسكتي أوكي ما رح أقول اسمه شو حرام أنطونيو دافع حقه لا 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 فضل ما أتلقح إذا بده يهديني إياها حزب ومصرف بتغير رأيي إذا نطعت صراحة من زعبر شوي يعني هيدا انه نمشي حسب قناعاتنا وانه ما نمشي خارج الخط الرسمينه لحالنا وهيك الى اين اوصلنا هيدا عم تفسر هلا الى اين اوصلنا ليه ما هني مثل ما بيكذبوا علينا
نحن بنجزئ بننافق يعني عليهم. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب يا رب يا رب، ما تخسرنا حدا منحبه، ما تخسرنا حالنا أنا عايتنا، ما تخلينا ولا مرة نوقف قدام المراية محتقرين حالنا، لأنه قلنا شي ما بيشبهنا، لأنه كذبنا خدعنا نفقنا. شو حلوة هالحرية اللي بتعطينا إياها كل يوم إنه نعمل اللي بدنا إياه. شو حلو إنك ما بتقصصنا على اللي منعمله، تنطرنا نحنا لنرجع عن اللي عملناه ونغير. هيدي الحرية هي اللي بتخلينا نتكمش بقناعاتنا وباللي علمتنا اياه. طبعا اوقات منغلط واوقات منضيع الطريق، بس دايما نرجع لك لانك انت بتعطينا القوة حتى ما ننكسر قدام ضربات هالحياة، لحتى ما ننحني غير لألك ولكلمة الحق، وما نؤمن غير فيك إله أبدي أزلي. كل يوم بيوعينا من النوم رغم كل شي، بيوقفنا على إجرينا، بيعطينا القوة. لو نحن أحيانا كتير ما استعملناها صح أو ما استعملناها أبدا، بس موجودة وكل يوم بتعطينا إياها. بهالزمن الصعب اللي عم نعيشه ما بنقدر غير ما نتذكر ونذكر بصلاتنا كل هالناس اللي عايشين بعد أسوأ منا بكتير. نستحي أوقات ننق قدامك على طريقة عيشنا وحياتنا، لأن في كتار هني بحالة أسوأ منا بكتير. كل ما نتذكرون نخجل، ما بنعرف كيف معقول نقدر نكون حدن. أنت اللي أوصيتنا بالرحمة بالفعل، إذا ما قدرنا بالفعل بالكلمة، إذا ما قدرنا بالكلمة بالصلاة من أجلهم. نذكرهم اليوم ونذكر حالنا، بنقول لك إجبور بخطرنا المكسور، اللي كسروا الزمن كسروا الناس. رمم كل شي فينا يوم بعد يوم عم نخسره. هيدا الحزن اللي مخبى عن عيون التانيين، بس انت قايشه وحاسس فيه، ومنعرف انك ناطر الوقت المناسب لتخلصنا منه. يا رب إذا توقيت السماوات غير توقيت الأرض، أعطينا القدرة أنه ننطر وأنه نصبر ونتأكد ونتذكر أنك مع الصابرين، وبالآخر رح نفرح
وبالآخر نتيجة هالنطرة رح تكون مشيئتك اللي أكيد أحلى بكتير من اللي توقعناه وأهم بكتير من اللي طلبناه. المهم نحن وناطرين تعطينا الصبر والقوة ونكون محضر خير ونكون بعد قادرين نحب اللي حوالينا والحزن ما يحولنا لناس البقاسة ما يحولنا لناس ما عنا رحمة ما عنا شفقة. هيدي القسوة اللي بتولد أوقات من رحم الأحزان ما تكون عنا لأن أكيد رح تاخد منا وقت وجهد كبير لنطلع منا. اجعل قلبنا مثل قلبك واعطينا من نعمك الكتيرة وصبرنا على كل الأزمات والوجع الجسدي والنفسي. وكل يوم تذكرنا بشي إشارة صغيرة لأنه نحن قليلي الإيمان بدنا دايما نتذكرنا أنك هون بكلمة بفرحة عابرة لو كانت بلقاء باتصال بأي شيء حلو مش من صنع البشر من صنعك أنت. ناطرينك. أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي خلينا ندعي سوا على طول وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزور. أحلى شي لما بتعرف إنه كلامك منه رايح لا بالهوى ولا بس على الهوى معلم بشي مطرح. الله معكم عن جديد. صباح الخير اهلا وسهلا بكم وهذا يوم جديد نعمله وعنا كتير ويك اند جميل نوعد حالنا فيه بس شوي شوي يعني لقاء لذيذ. It's Friday. Yep. بونجور اتس فرايدي. انه على اساس انا الويك اند مقتل بعده مشاريع عرفت انه اتس هلا يمكن يقتل بعده مشاريع ما بتعرف حسب المزاج مش ضروري مشاريع يعني ناس كتار انه في كيك لحالك تقوم تدور السياره اذا معك بنزين. شو وضع البنزين اليوم يا شبيبي خبرونا غير انه نزل الفيرة عم بيعبو بلا سألي 15-10 شو اللي بتقعد تبرم جبل لبنان كله لتعبي. الله يزل يعني اهلكن وولادكن واحفادكن مثل ما زالين. امين يا رب امين يا رب. قول ورايي قولوا أمين يلا أمين يا رب. بس يزلكم بعد زلة أكتر من تبع البنزين يعني زلة هيك زلة يعني قوية أكتر بعد بكتير. وهلأ أنتم العاشق بيجي المشتاق بيزلكم يعني بعيط عليكم كله بعيط عليكم كله بيجي بعيط عليكم وبفل مزلولين أنتم بس باقي بين أربع حيطان هيدي الشغلة. بس هيك تنزلوا علنا ألز نشوف نحنا يعني نقشع. هابي فرايدي شربل يا هلا من باريس. الله كبير الله كبير. أحلى شو أحلى ريما من بده. أوكي لا 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 اتركوني حدا يعزمني على شيء. أبو شقرة هات لنشوف شو بقى. شو أبو شقرة أزمة البنزين إلى انشراج مطلع الأسبوع المقبل. أنا شفت ما في بون ويكند مع أنه العجقة السير ضاربة أطنابة حسب التحكم المروري فالعالم معه
لزيل قال صارت عم بيعبوها بهيدا ناولني. هلا المغتربين ما راح يفهموا علينا شو ناولني، بس انه ناولني بناولني بتشتري منه قنينة مي معبيها بنزين تشتريها 20,000 30,000 حسب هو شو اي شكلهم معبين. حسب شو السيارة بفاليك يلي حطت كمامة بالستوديو في شي؟ لا ما بصدق. الصوت مش ضابط مع الصورة، مشي لنا اياها علي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا فريدريك يا هلا، عم شوفك على واتساب، افتكرتني ما عم شوفك بس عم شوفك مبلا. اتحاد نقابة الأفران قريتا اليوم بس من الفرن تاخده مش من الدكانة. شفته يا عزيزي شفته. شو ليه شو هي؟ نعملها بست سيلر انت وامك. حكاية نضال وامه بالشراية وبالمصاري. حقنا العيق امتى ريما هول كرمالهم عم يتفرعنوا. نحنا حق علينا، هني ما خصهم، نحنا عم نعملهم ابرة حياة وهني موتى مومياء. ما بقى في شي بزلهم ولا بيأثر فيهم. بلا 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 هيك نعلق لهم مشانق بالداون تاون قدي حلوة. ما رح قلكن شو بنمرق بنعمل عيب على الهوا، بس انه بنمرق هيك نحنا بنظرة. بس انا بقول انه هيك الصبح. سياسيين شياطين ما في شيء. بونجور كارلا، مباركين من الشيطان. بس بتذكري بير مروان بالجمعة العظيمة قالنا حسب ما قال هو وعدنا انه بلش يخلص زمن الشيطان. له زمان زمن الشيطان على فكرة، وانتبهي مش بس بالسياسة، بكل شيء بكل شيء. كان جماعته كتير قوية. يعني انت مثلا تعملي مشكل مع حدا من جماعة الشيطان بيربح عليك دايما دايما دايما. فكان زمنه كتير قوي. وهيك قال وعدنا انه يخلص زمنه. لنشوف. تصريح يعني هيدي حكومة حسان دياب اللي تتفوق على نفسها. لا قبل وزير المالية مش طرح الجنرال عون انه تضييق الجنائي، مش بده مجلس وزراء، يا حكومة جديدة يا حكومة تصريف الأعمال. اليوم عم بقرأ انه يبدو انه تصريف الأعمال طبعا هو يعني نوعا ما مستقيل قاعد على جنب، ما بده يتعاطى. الزلمة عم بيقبض أنجأ معاش وصار ماشي كتير مأزمة معه. حسان دياب زعق يعني معصب الزلمة. يعني كلهم هاد 8,000 9,000 دولار اللي كان يقبضهم صاروا على اللبناني ماشي. خبر الدنيا الكوكب، خبروا، خبر الصحافة الفرنسية، خبر الصحافة الأمريكية، ما بقى حدا ما خبروا انه معاشه صار بالأرض. فمدبرس قاعد مدبرس. حتى بالنسبة للتضييق الجنائي قال يبدو قايل للناس حواليه، يعني ما قال علنا بعتقد، قايل انه هو ما بده يعمل جلسة مشان هذا الموضوع لانه بيخسر البيئة اللي هو فيها. بيخسر البيئة طبعا لأنه هو من طموحه كمان أنه يرجع يترشح على الانتخابات النيابية. فإذا خسر البيئة شو بيبقى من الرواية؟ مع أنه كمان حدا يقول له أنه معاش النايب على أسوأ.
قلي له بشرفك. زاد عنده غنية حسان، عنده غنية مليها. ما بعرف ما بعرفه لمين عامل كمان. علي بركات، ايه بعرفه. ايه بالنسبة شو بس شو المناسبة كانت؟ في شيء معين يعني؟ تبعتون فرصة وهيك؟ ايه اوكي اعطون فرصة. ايه فوزير المالية بيقول في احتمال انه المودعين يخسروا اموالهم. لك صح النوم يا معلم بشرفك. يعني مصرين يضلون يصرحوا هيك انه انا هون انا موجود انا اتكلم انا اصرح انا. بالعكس ما تنام وعا. لا بالعكس ما تنام وعا. من حبيبة قلبي من حمص. باسم صباح الخير. الصبح على حسان دياب زلمة ما عنده مصدر تاني للأموال. طب شو بيعمل؟ شو بدكن يعني؟ إذا إجا واحد عنده مصاري بيزعجكن، إذا زلمة عقد حاله كمان بيزعجكن. مش معقول. خلص رح نبعت له فريش. أوكي فريش. مشكلة بالبنك انه شو رأيك بالتدقيق يا رياض؟ يا رياض بشرفك يا رياض، ما في حدا يحق له يعطي رأيه بالتدقيق الجنائي. ما في. اكيد معه، اكيد معه. ومش انا مددت لرياض سلامة بال2017، كلهم يعني كلهم مددوا له، فيتحملوا مسؤولية اعمالهم. انه انا اذا طلعت قلت انه انا في حدا بيسترجي يقول انا ضد التدقيق الجنائي؟ كيف يعني بده يكون ضد التدقيق الجنائي؟ مع التدقيق الجنائي لكل شيء، لمصرف لبنان ولحاكم مصرف لبنان ولمستشار حاكم مصرف لبنان ولسكرتيرة حاكم مصرف لبنان ولعائلة حاكم مصرف لبنان ولا الوزارات اللي أهدروا المليارات للكل، كلهم يعني كلهم. ما في حدا يحق له يعني يخون حدا. امبارح صار على السوشيال ميديا انه حملة تخوين. فرجيني فرجيني ايمتى كنت مع التدقيق الجنائي؟ شو مهبول انت؟ انه اكيد بدي يكون مع التدقيق الجنائي. ليش انا شو بقيلي بعد اصلا؟ شو بقيلي بعد؟ بلدي منهار مقفلس مش دافع ديونه. انا ما معي مصرياتي اكلينهم علي. سارقيني السياسيين والمصارف لحتى ما ناخدها مطرح بس السياسيين والمصارف، وهني اكتر ناس كانوا مستفيدين من مصرف لبنان مش انا. انا شقة مش مقصطع مصرف لبنان. فكلهم من اغنى واحد بهالدولة لافقر واحد متدين من مصرف لبنان، وهيداك كان يدينهم كمان بغض النظر عن كل الاشياء التانية. بس عم بعطيكم على نسبة كتير قليلة انه كانوا يتدينوا الوقحين، حتى غير هربوا اموالهم، غير سرقوا وزاراتهم، غير كانوا يتدينوا حتى ليشتروا شقق او اراضي اولادهم يشتروا وباسم اولادهم وباسم. يعني اكيد مع التدقيق الجنائي. سوري طلعت الفشة فيك، بس قد ما امبارح يسألوني انه تدقيق اكيد مع في حدا يعني بيقول لا؟ في حدا قال لا؟ اي قضاء بس بده يحكمون مين؟ 8 اشهر قلنا ما عارفين مين فجر فينا المرفأ. عن اي قضاء عم نحكي؟ كمان بده قضاء. أنا ما عندي عم.
ولا بي وحيد شاني بنت عمي، بنت عمي على طريقة هيك انه لوين واصلين هالبلد ايه بدكن يعني روق؟ انا بدي روق، انا صايرة كتير عم روق كمان الرواق مش حلو. نبيل صباح الخير. خبر انه هيك لشوف، ما بعرف، ما بدي يكون عم بعمل لشوف مين مصدره عن الدولار قبل ما اكون عم قبل ما اكون عم بقول معلومات انه رح يصير 15,000 و20,000 يرجع، انه هلأ رايقة معه في اسباب. يعني حتى وئام وهاب كتب بتغريدة: شدوا الأحزمة، الأزمة طويلة. شكرا. ايه كنت عم بقلكن عندي مشكلة مع الفريش، والبنوكي مثلا. هيدا اللي بيقولوا لك انه بيقولوا لك انه جيب مثلا $100 حطها بهذا الحساب الفريش، اذا بدك يعني ابلكيشن مدفوعه مضطر، يعني مضطر تشتريها، مضطر تدفع حقها، بدك تشتري شيء اونلاين. يعني عم بقول لكم $100 انه $100 صارت مليون ليره واكثر، بس انه $20 $30 اي شيء، ما عندي نفس امسك نص دولار واخده على البنك وقال لهم حطوه بالفريش، يعني امسكه واعطيه. هلا بيقولوا لي انه انا مشان الثقه بالبنوكي، على اساس في مشكله قال بالثقه بالبنوكي، انه لانه لازم يضل عندنا ثقه. هيدي كمان من مواصفات المواطن الصالح، انه يضل عندك ثقه وتبشر بهيدي الثقه. كل مين استفاد اشترى رياض، شو رأيك كل مين استفاد من المصارف اشترى بيت عقار يرجع هالعقار للمودعين أصحاب الحق؟ رياض مين؟ ليش عرفنا مين؟ انه مين؟ من أمريكا. صباح الخير. صباح الخير. شكرا يا وليد، انت من وين؟ احفظ لبنان ارضا وشعبا. وهيك شو في اخر همون باسكال؟ صباح الخير يا باسكال. ايه في مثير للريبة صراحة هيك الدولار، انه بيطلع شوي بينزل شوي، انه بعد نظرية انه عم بيخلوا الناس يبيعوا دولاراتهم ليرجع يشبق طلوع، لانه كتير عينهم بالمصريات اللي مجمعين الناس بالخزنة او تحت البلاطة، شو بعرفني. لا ثقة عبير، قلناها من زمان، ما حدا كان بده يوقف معنا ويصدقنا. رجع بإذن الله، إذا ما إجاش إذن الله، رجع بإذن الله، إجاش بمين الله. جربنا نتكل عليكم، عدنا الداكل. حسيت مشان هيك سألتك. صباح الخير. يعني مثلنا مثلكم صراحة، نحنا سوريا العراق صرنا منشبه بعضنا بتفاوت يعني الأمن يمكن أحيانا. صباح الخير. بونجور يا هلا براء، صباح النور. عجبني غير جان إيف لودريان، كتير عبالي يجي على لبنان، كتير يعني مع أنه معلمه ما بحبه، بطلت حبه، مش بطلت ما حبيته أساسا، بس جان إيف لودريان لذيذ، بيحكي هيك على لبنان، بتقول جذوره هون، بتحسه بيسبلن على التليفون لايف، أنه
عارف تفاصيل الأزمة اللبنانية، عارف قديشهم نجسين، عارف قديشهم منافقين كذابين كلها، بينما يمكن لأنه هوديك الرؤساء ما بيقدروا يحكوا معهم بطريقة أنه فيها قلة أخلاق، بس هو أنه منفعل عطول. هلأ في أرتيكل بدي أحكي عن أقري لكم إياه بعد شوي، هلأ خليكم معي على الإذاعة. Good morning from Chicago. Good morning, good morning. ما بقى حدا بلبنان، كله من الاغتراب. هيدا هي، ما في غير عجيبة بتشيلنا من هون يا صديقي. بونجور كمان، كله بالاغتراب. ايه كنت عم بقلكن انه ما بعرف اذا دراسة يما ارتيكل، بس كنت عم شوف انه قال السياسيين عندهم امراض نفسية. لي شو الدولارات اللي الناس مخليتها بالبيت؟ هيدا تحريض على سرقة بيوت الناس من قبل رياض والمصارف. مين بيسرق؟ عصاباتهم؟ طيب في شي جديد هلأ عم يعملوا لبنوك كتير قوي كتير قوي، انه اذا انت اخذ لون من البنك وعم تدفعه باللبناني حسب القانون اللبناني، ما عندك دولار وبعدهم عم يقبلوا لك اياه بالدولار باللبناني، او عندك لون او الكريدت كارد تبعك عم بتسكرها باللبناني، بيجوا مرحله بيقولوا لك ليك انت ما فيك تسكرها بقى باللبناني، بدك تسكرها بالدولار. صح، اكيد صارت معكم كلكم، بتعيط بصرخ، بتعيط للمدير، بدي افضحكم، بدي اعمل، بدي اسوي، هيدا القانون اللبناني، انا بلبنان بدي ادفع لبناني. اذا ما معك دولار، اذا معك دولار دغري بيشيلون من الحساب دولار، بس اذا ما معك بتقولون لبناني بدي ادفع باللبناني. بيقولوا صاروا بيطلبوا منك انك تروح على الامن العام تعمل دخول خروج، تصريح دخول خروج. صارت معكم هيدا يما؟ ما بعرف، قولولي. تصريح خروج دخول، انك انت مثلا بهالشهرين مش مسافر برات لبنان، لانه هن برأيهم اذا انت مسافر برات لبنان يعني عم بتجيب دولارات وتجي، يعني معك مخبيهم، يعني لازم تدفعهم بالدولار. طيب في اكتر من هيك فكرة جهنمية؟ مش معقول. سايرة مع حدا بتعرفوه؟ قولولي. أنا ما عندي حساب بالبنك، أنا ما عندي حساب بالبنك. البنك كلكم سيكم عندكم حساب بالبنك؟ إيه؟ ما في ثقافة سياسية بالبلد. أوتشان لا ما بطلب، بس بتعطيني منك لحالك. أوكي. ما عاد في أمل ببلا. جو بونجور جو، ما خبرتنا شو عاد صار مع الصبي اللي مشان الأبر الولد مش الحال. كتير ناس لأنه حكيوني وقالوا لي حكيوك عايشين، ما بقى نعرف شي، في نفط بالبحر أو كذبة. هلأ رياض أنت كتير عم يعني عم بتتعب حالك على الصبح، روق 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 حالك، يعني من الصبح فتح لها على التدقيق الجنائي وعلى المصاري وعلى الروق، يعني مشانك مشان ما يبج مخك مثل ما بيجج مخنا. هلا انا بعد البريك رح اعمل شوية ترفيه، شوية هدوء، شوية موسيقى، شوية اغاني، نطلع من ال شو جو غونفلا جو غونفلا والتوبوغان وهيك قصص لنروق بالنا ونعيش البون ويك اند. يا ريما The Original. يا حبيبتنا بيروت، يا حبيبتنا بيروت، من دافع عنك بالروح بالدم بالثورة بكل شيء لآخر نفس، وانتو ضحايا 7 آب ما نسيناكن ولا رح ننساكن، وكل ما طمشوا جريمتن كل ما دلينا بالأصبع عليها، وعلى المجرمين
كلهم يعني كلهم المتورطين بأسوأ جريمة بهالعصر وبأضخم انفجار بهالعصر، وبعدهم ساكتين عن الحقائق، وبعدهم مخبينا بجواريرهم البائسة، وبعدهم بدهم يخبوا أي شيء بذكر العالم باللي عملوه فينا. بس لن ننسى اللي فعلته ببيروت، ودولتي فعلت ذلك. قولوا وراي: دولتي فعلت ذلك. معي على الهوى البطل اللي رجع لنا دولتي فعلت ذلك على حيطان المرفأ. صباح الخير خلدون جابر، يعطيك العافية. صباح الخير إليك ريما ولكل مستمعي صوت الغد. صباح الخير لبيروت الجليحة المنكوبة اللي بعدها ما نشفت الدماء على أرضها. خلدون خبرني أنت شو يعني، كنت قاطع من هنيك، شفتهم طرشوها دولتي فعلت ذلك؟ بتفاجأ الصبح ريما على الجروبات انه عم يوصل صور انه اندهن الحيط اللي كنا كاتبين عليه دولتي فعلت هذا. بيستفز بالموضوع لانه هيدي الدولة الوقحة الفاجرة دائما عم بتحاول انه تنسي الناس شو عملت، عم بتحاول تنسي الناس الاجرام اللي افتعلته فينا، عم بتحاول تنسي الناس انه تفجرت العالم ببيوتها، عم بتحاول خلينا نتأقلم. رجعت بنفس النهار قررت انه انزل اكتب ما فيكم تمحوا اجرامكم، دولتي فعلت هذا. لانه الجريمة ما بتنمحها. صحيح خلدون، وكل الناس نشروا الصورة ومبارح صارت الترندنج يعني، وما كنا عارفين انه هيدا انت. نعم يعطيك العافية. الله يعافيك. انت على كل حال دايما من الثوار من الاوائل. بعثت لك، انا كتبت لك على تويتر انه شرف على التحقيق. اكيد في فيها تحقيق. ايه أكيد في تحقيق، لأن هذه الدولة البوليسية اليوم بتغض النظر عن محاسبة المجرمين، إنما بتلحق بس الثوار والناشطين والصحفيين اللي عم بيعبروا عن رأيهم وعن غضبهم تجاه كل شيء عم يحصل فينا. بتستقوي بس على الناس اللي عم تطالب بحقوقها، إنما بتترك الكبار اللي وصلونا لهون. صحيح. حدا حكيك لهلأ يا ما بعد؟ لا بعد، يمكن بعد هذا ما عارفه بعد. إيه هلأ ملتهيين بغير أشياء. نعم بس طلعوا مش الدولة. مين الست اللي طرشت؟ امبارح بعرف مسيحا انه في انجيو اسمها منظمة التواصل اللاعنفي، هن دهنوا الحيط كرمال يعملوا عليه لوحة جدارية جرافيتي ملورة. شو ما كان اللي عم ينعمل، شو ما كان المشهد الفني اللي عم ينعمل على هيدا الحيط، ما بتخيل حيكون أعمق من توصيل رسالة لهيدي الدولة ولكل المجتمع الدولي إنه دولتي فعلت ذلك، لأنه بعده مسرح الجريمة موجود، وهيدا الحيط شاهد على كل شيء صار فينا، كيف تفجرت العالم. الدم نشف. ولكل الناس اللي اعتبرت انه بهيدي الجمله تشوه الحياه، خليهم يشوفوا شوي ورا الحياه المشهد كيف بمرفق بيروت. بتخيل اكيد ابشع المشهد من انه الحياه مكتوب عليه دوله فعلت هذا. ما بتخيل اليوم اي عمل فني او اي تواصل لا عنفي في يكون موجود امام 206 من الضحايا، امام مدينه مدمره باكملها، امام انه احنا بطلنا لنا هويه بعاصمه اليوم، امام انه اغتالوا احلامنا ومستقبلنا ووطننا. كثير بكير بعد انه نمحي. اكيد كثير بكير قبل ما نحاسب كل مين وصلنا لهون. كلهم كانوا بيعرفوا يعني ما من اعلى الهرم لاصغر موظف بجهاز امن بالمرفأ. صحيح. يعطيك العافية خلدون، حبيت هيك سلم عليك وقول لك ممنونينك. نحنا هيك فشيت لنا خلقنا رجعت، لانه مشهده هيك مطروش ابيض كانه هيك محو اثار كل الجريمه. هن بيعتبروا انه هن بهالطريقه عم يمحوا اثار الجريمه، انما نحن بنعتبر عبر منبرك رح نرجع نعيدها، ما رح ننسى، ما رح نسامح، ما رح نتاقلم، رح نحسبهم. ان شاء الله. يعطيك العافيه وشكرا. شكراً لك على تواصل. روان بعتت لي، طلعت صبية عملت هالشي امبارح، طلعت مع مارسيل غانم. ايه ما لحقتها من الاول، شفتها بعدين. يعني شفتهم على تويتر كاتبين، وقالت انه ساوت هيدا الشي بهدف انه اهل الضحايا يرسموا. بعد بكير على الرسم. خلينا بيروت.
احترامنا لل اكيد اهدافها منا يعني انها تمحي الاثار، بس انه بكير 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 نحنا هيدي موضة انه نحنا اللبنانية مننسى ومنتأقلم ومنعيش ومنتعايش ومنحب الحياة. خلينا نروق عليها شوية، مثل ما قلتي لي ما بدنا اياك تروقي، خلينا ثائرين، خلي الكل كمان يكون بحالة غضب منه، خلص ما بدنا نروق وما بدنا نتأقلم، ما بدنا نرسم، بكير بعد على الرسم، بعد ما توقف واحد يعني وعرفنا شو صار معه بالتحقيق وشو في معلومات، ما في شيء، لاحقين جاني دايما بخبركن عنها بتسمعنا جاني من العراق وعايشة بفنلندا، بقتت لي هلأ ما في طاقة، عصبتيني على وضع لبنان ربروم عادي، بعتت لي يعني اذا حولنا يورو على لبنان بيسرقون هيدا الفريش دولارز، قصدي يعني بدك تروحي يعني اول ما حدا يبعت لحدا بيروح يقف على باب البنك من الصبح دغري يسحبهم، عرفتي؟ بس انت بعتت 20 دولار بيروح بيسحب ال 20 دولار، مش انه مثلا بيسحب 10 بيخلي 10، لا ما في ثقه. لان تاني شي بعض البنوك صايرين عم بيمضوكي على ورقة انه اذا طلع اي شي تعميم من مصرف لبنان بيقول انه ما فينا نعطيك دولاراتك هلأ انت راضي، هيدي جديدة يعني كل يوم عنا قصة جديدة. يلي بيكتبولي مسجز على الواتساب وبيرجعوا بمحون انه لشو السقالي، انه انا بيطلع لي عندي نوتيفيكيشن قبل ما اشوف انه واز ديليتد، يعني بياخد مني وقت فوت لشوف شو المسج وبيطلع واز ديليتد، قلت له شو ليش الحال يعني انه انا بشوفهم، انه اخد على خاطركم يعني انه ما قريتهم مثلا او شيء. علي قلي عيونا لريما شو بدك، لبسنا الاوان قريت انه في شيء هيك علي حتى لو محقوق بيضل يبين ما بيتمحى من عندك. ايه ريت هيك شي، عم كتير مهتمة انا بمحي بخلي مش عم بقول الفكرة يعني تقدر طريقة يعني انه ليه تكون انت مثلا عم تحكي على حدا، انا عم بحكي مع نضال عليك علي، بقوم ببعت لك لإلك مثلا ليك ملا علي كذا، تتغلبط هيك وتعمل لها ديليت قبل ما تقراها، هي لقطة هي فظيعة، غير هيك ما بهم. ليدي من زحلي بعتت لي بالبقاع في محطات عم بتعبي تنكة البنزين ب46,000، شعب فاسد أكتر من حكامه واللي بيشتري كمان. مستشفى الجيتاوي بحاجة لدم لمدام رويدة طم، ورقم تليفونها 03 لأقول قبل ال 2 يونيتي او بوزيتيف، لكن لمستشفى الجعتاوي اذا حدا قدر يتبرع لرويدة طم رقم تليفونها 03 او حدا يعني من قبلها 944-948. ثانك يو. الكلمة الحلوة تويت ما بعرف واحد مش منه عندي يعني على تويتر، بس حدا عمل له لايك طلع عندي كتير مهضوم، خليني أقري لك إياها عسيرة المطعس بيني نحظة قد ما بسيف إشي بضيع ما بعرف شو اسمه لأنه ما انتبهت، قال والله دايما بفوت على تويتر ببلش مشاكل مع الكل، برجع بصير حبكن كلكن من كل قلبي، مش عشان بتقنعوني بحديثكن يعني، بس هي الحبة بدها شي 40 دقيقة تضرب. ده كتير ضحكني كتير قوية ريما، انا ما عندي ثقة بالفالي تبع باب البنك. ايه لا بقلك اعطيني المفتاح، تقول له لا 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 ابدا، انا بصفه وبخلي المفتاح معي. مدام او مسيو ما بعرف حكيتكن ديدين بارح بخصوص الجمعية اللي عم بتكذب وما في اكتر منهم، بس انا ما بقدر يعني اعمل شيء غير اني انشر الرقم
اللي اجيكم منه بركي بيقدروا الناس يعني ينتبهوا وما يردوا عليهم او ما يعطون معلومات عنهم. ففهمت من ددي انه المشروع انه عم بيتلفنوا وتشز مبلشة من اول انفجار المرفأ هالشي يصير انه عم بيتلفنوا ياخدوا داتا بيس معلومات كم ولد كم كل التفاصيل عم بيجيبوا على اسمكم مصاري وما عم بيرجعوا يحكوكن. عم بتصير دايما اكتر شي فيني اعمله هو انه رقم التليفون تبعهم عمموا اسمهم اذا عاطين اسمهم مزبوط او شي. اكتر من هيك انه شو ما بقدر انا لحقهم يعني. يا اما كنت تشكوا عليهم يا اما بتعطوني الرقم اللي اجا منه هيدا اذا بعده موجود مش حرقوه يمكن ما بعرف. فوصلتني الخبريين لكن 8-1-20-7-3-5-7. الجمعية اسمها شيلد ما سمع فيها. اوكي والرقم شو طلع؟ حدا دق عليه حدا بيردوا عليكم يما خلص كارنتينا عم بتقول كريستال بس انا بعرف انهم عم بيعطوا كانوا هيدي جمعية بيشتغلوا معروفين وعم بيعطوا برنامج 6 شهور اكل وفريش دولارز بيعطوا. اوكي بعثت لإسراء الفيسبوك تبعهم بفتكر هيدا انه موجودين مش انه عالم مثل ما او حيتولي بالمسج انه عالم غريبين انه مش معروفين و... بيتر هيتك عندك معلومات كتير عنهم اللي حسب الايج كبير بيعطوه 250 دولار فريش والصغار بيعطوه 150 دولار. بيشتغلوا بالشراكة مع UNDP واتحاد بلدية حسبية وبدعم من الحكومة البريطانية. صباح الخير صباح الخير يا حبيب بون ويك اند. حسان الدياب قرر يفك عزلته ويروح على العراق ورايح يجيب لنا نفط ويدفع لهم باللبنان. شو ايه ما عاشو لكن صورته مكشر كمان ما عاشو ما عم بكفي. بس انه علمت الاخبار انه زيارة رئيس الحكومة يعني حكومة تصريف الاعمال رح تتضمن اتفاق مبدئي للحصول على 500,000 طن من النفط مقابل خدمات صحية وطبية. يدل منين لنا ثم أكثر من 2 مليون طن. وبعد التوقيع بالأحرف الأولى بتتولى لجان مشتركة وضع الاتفاق النهائي تمهيدا لإقراره. أمين عاش حاد يهديني. هلا بيزعلوا منك إنه نحن مش حادين لأنه رح تبته ذاك اليوم. لا لي اوعى لا 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 نحن مش حادين. مش عنا دواء يا تجاني بحكت لي تعطونا دواء منعطيكم نفط. يا حبيبتي ما عنا دواء ما عنا. في تهريب اليوم صايرة كمان خرافية لأدوية لأمراض مستعصية وما منعرف عنا شيء. 250 جرعة لأدوية أمراض كتبها زميلنا أندري داغر ما بعرف وين مصدره. بس 250 جرعة لأدوية أمراض مستعصية تم ضبطها مهربة من مستودعات وزارة الصحة لخارج لبنان. استفزني هالعنوان بعد ما قريتها رح قريها أنا وياكم. مش استفزني عجبني يعني. لارا أبي رافع بموقع الام تي في كاتبة سياسيو لبنان مريضون نفسيا وهذا ما يعانوه. هل نعيش في زمن تاريخي حقا وربما لن يتكرر؟ فالأحداث التي تحصل ستتحول حتما إلى حقبة يضرب بها المثل. ليس كل يوم يحدث أن يعيش شعب الانهيار والدمار. ليس كل يوم يحدث أن يصارع شعب الوباء والغباء. ليس كل يوم يحكم شعب بطبقة فريدة من نوعها كالتي تحكمنا اليوم. طبقة تعيش في عالمها الخاص منفصلة تماما عن مرارة الواقع.
تبقى بلا حياة، مات شعبها بانفجار صنف من الأكبر عالميا، بانفجار هز أعلى طبقات الغلاف الجوي ولم يهز أدنى شعور بالمسؤولية أو الخجل في نفوسهم. هذا إن كانوا أناس يشعرون. هذه الطبقة نفسها تشاهد مواطنين يجوعون ويفقرون ويبكون ويذلون، بس الدنيا بألف خير. هتلا شوف بس شو وضعهم النفسي. لكن حقا ما هذا التناقض، ومما يعاني هؤلاء ليكونوا بهذه الحال؟ نسأل فيجيب الاختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية وائل سلامة: عوامل عدة تقف وراء هذا الانفصال عما يحدث وعن الواقع. أولها ما يسمى بالتجرد الحسي، لأن السياسي حول العالم يجرد نفسه من الحس الإنساني، ولكن ليس لهذه الدرجة التي وصل إليها بعض السياسيين اللبنانيين. ولو حصل في الخارج ما يحصل في لبنان لكنا شهدنا استقالات، لأن المسؤولية الإنسانية تبقى موجودة لديهم. الأمر الثاني هو النكران، إذ ينكرون أن يكون لهم دور فيما يحصل أو مسؤولية، فبالنسبة إليهم لا يشعرون أنهم قاموا بشيء خاطئ، لذلك يعتبرون أن كل ما يقال عنهم مجرد تهم، ويطالبون دائما بإثباتات رغم وجودها ورغم الحديث المتكرر عنها. ويشرح بالنسبة إليهم لا أحد يتحمل المسؤولية الفردية عما يحصل، فهم يعتبرون أنفسهم جزء من المنظومة التي أوصلت الوضع، لذلك هم إلى ما هو عليه، لذلك هم محميون بالجماعة. حلو. فقد فقدوا الحس الإنساني وأصبح لديهم بدل الانتماء الوطني انتماء إلى الطبقة الحاكمة والسلطة. ويضيف: يرمون الاتهامات على بعضهم خوفا من الحقيقة، ففي حال اعترف أحدهم بالمسؤولية والخطأ ستتوالى المسؤوليات، وهذا ما يعرف بالدومينو إيفكت، يغطوا على بعض خوفا من السقوط الجماعي. فيها وجهة نظر ولا هذه هي الأمراض النفسية التي يعانون منها؟ لمعلوماتكم أيضا وأيضا، يمسك سعر صرف الدولار نفسه منذ 22 أدار الماضي، ويتأرجح على تطبيقات الهواتف الذكية اللي بتهيمن على حركته اليومية بين هامشي 11,000 و12,000 أعلى نكزة أو أقل نكزة. هكذا منتظرا بت أمر منصة الصيرفة ليؤمل أنه يطلق مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي، ويعول كثيرون عليها من أجل لجم الدولار وربما خفض سعر صرفه ل10,000 ليرة وما دون بحسب التوقعات. أما مصادر صيرفية فقالت لأساس إلى أنه هالأجواء التفاؤلية أثرت تأثير ملحوظ بسعر الصرف بالسوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين لناحية انخفاض منسوب الطلب على الدولار على عكس العرض البيع اللي بقي ثابت نسبيا، ثم شهد زيادة ملحوظة قبيل عطلة عيد الفصح اقتصرت على حملة الدولارات بين الأفراد العاديين، ويعني صرفون من أجل الاستهلاك اليومي. وأدى هالأمر بحسب المصادر لاستقرار سعر الصرف، خصوصا أن الطلب على الدولار من تجار المواد الغذائية والمستوردين بقي بالأسبوعين المنصرمين شبه معدوم بسبب انتظار تفعيل المنصة، إذ عمد هؤلاء لتكديس أوراق الليرات اللبنانية اللي حصلوا عليها من عمليات البيع والاحتفاظ بها بالخزنات من أجل شراء الدولارات مجددا من الصرافين على سعر صرف مفترض قيل بحينه أنه لن يكون أكثر من 10,000 ليرة. المفارقة أنه هؤلاء التجار عم بيسعروا بضائعهم بالوقت المستقطع، خصوصا المواد الغذائية، على سعر 15,000 ليرة، على الرغم من أنه سعر الصرف انخفض ل 11,500 وسط غياب تام للدور الرقابي ليفترض أنه تؤدي وزارة الاقتصاد. بناء على ذلك بتكون أرباح التجار ضمن هامش 5,000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد في حال صدق حاكم مصرف لبنان وأطلق منصته ووفى بالوعد اللي قطعه لرئاسة الجمهورية بضبط سعر الصرف.
ومصادر كمان مصرفية أو مصادر مصرف لبنان بتقول لأساس أنه انطلاق المنصة لا يوجد ما يعوق بالمبدأ، فالأموال المطلوبة للتدخل عند الحاجة جاهزة والاستعدادات اللوجستية الخاصة بذلك باتت مكتملة، لكن المركز لا يفصح عن مصدر الدولارات التي يشيع بأنه رح يتدخل فيها للجم السوق. هل هي مما بقي لديه من احتياط بالدولار أم من الاحتياط الإلزامي الخاص بالمصارف؟ لا إجابات واضحة من مصرف لبنان عن هالمسألة حتى اللحظة، لكن يبدو أنه الثابت الوحيد هو اقتناعه الدائم بأنه الدعم غير قابل للاستمرار إلى ما بعد شهر أيار، وأنه المبالغ المطلوبة للتدخل عند الحاجة من أجل ضبط سعر الصرف من خلال المنصة رح تكون أقل بكتير مما ينفق على دعم السلع العشوائي والمتفلت اللي عم نشهده من سنة ونصف، ويوجد عائق سياسي بيتمثل طبعا بتأخير تشكيل الحكومة. نقلنا عن عماد الشدياق لأساس ميديا، إذا حابين تقروا الأرتيكل كاملا بعنوان بعد منتصف نيسان الدولار إما 10 أو فوق 15. مجدوري مالكي بالضحية شو عم بيعملوا؟ مول كبير مدعوم، الدولار بألف وخمسة. شو هو المول؟ السجاد كارد. في حالة وصول. لا مش بتمرق بتاخد بطاقة، أنا رفقاتي بعرفهم يعني قالوا لي إياها من شي شهر تقريبا أكتر قبل ما سافر على دبي، قالوا لي أنه إجوا لعندهم ناس من الحزب وأخدوا كم ولد عندهم وكل هالتفاصيل وعطيهم بطاقة، قالوا له رح نعطيكم بطاقة ورح يكون الدولار بألف وخمسة صح، بس هن يعني بيدفعوا يعني بيدفعوا على 1005 أو بيدفعوا نص القيمة أو شيء من هالنوع تقريبا، في هيك حسب ما خبروني لقلي ما بعرف إذا في بروسيجر جديد، أو بيعطون مرتين بالشهر إنه يروحوا على هاي السوبر ماركت أو على هاي أو على هاي. بس أكثر البضاعة غير اللي بنعرفها أصلا، كل وين ما كان صارت البضاعة ما بنعرفها. البطاقة اللي بعتت لي إياها المدام هي سجاد، ما بعرف كلموني أكيد طبعا منه شيء مخبى، يعني مش عم بيقولوا للعالم إنه بليز ما تخبروا حدا، يعني إنه عادي ما علنا، بس ممنوع حدا ياخد أكتر من 300,000. ميرفت بعتت لي دعم إيران سوريا العراق قليل لبناني بس منتجات يدوية. أوف سمعنا أمك يا نيدال، مش عم تجيب لي بطاقة. أوكي عم بيسرق موني وأساس لبنانية. ممكن طلع فتش نبش بتلاقي عنده بطاقة ايه؟ أوكي هاي المعلومات، هي بطاقة ذكية يستفيد صاحبها بعدد من الخدمات في أي فرع من فروع مخازن النور المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية. أما بطاقة السجاد للتسهيلات الشرائية، إن هذه البطاقة هي بطاقة تسهيلية وبرصيد محدد وليس بطاقة اعتماد، احتفظ بالرقم السري في مكان آمن، استعمال هذه البطاقة خاضع للبنود والشروط الموافق عليها من قبل حامل البطاقة. تقتصر الاستفادة من هذه البطاقة على المؤسسات والمحال المتفق عليها. اوكي في مندوبين بكل المناطق، مراكز مخازن النور بيروت الرويس الجنوب طريق كفر دجال كونين البقاع بعلبك. اوكي العروضات والخدمات بتم ارسال رسائل نصية لحاملي البطاقة لابلاغهم عن خدمات اضافية او عن اي مستجدات، بتم تقديم عروضات وتسهيلات لحامل البطاقة وفق ما تحدده الادارة. مواد غذائية، موني بلدية، حبوب، معلبات، ادوات تنظيف، منتجات
أرضي منتوجات حرفية، في كهربائيات كمان، براد، فريزر، فرن غاز، غسالة، نشافة، مكيف، بفارق عن سعر السوق بس هو بين 10 و30%. تناجر، بيريكس، حرمات، دعسات، شراشف، كمان مراكز صحية، خدمات وحصومات و... لك اسمه بقى هيك هيك مقسم خلقه اسمه هو أصغر من أن يقسم بس أنه إذا شديتوا حالكم بيتقسم بس ناطرين الضوء الأخضر وناطرين يموت بعد عالم لنوصل لهيديك المرحلة اللي متفقين عليها سلف من سنين لورا بس دايما في هيك احنا يعني لازم يصير في حرب أهلية ليصير في طائف لازم يصير في يعني حروب داخلية أو محاولة حروب داخلية ليصير في قطر ايه ليصير في تقسيم كمان بده يصير اللي عم بيصير فما حدا يعمل بطل علينا جميعا شفناكن أسبوع بكامله إن شاء الله أسبوع الجاي بكون عنا شي أحلى نخبركن عنه ونتبادل سوا شوية أفراح لو صغيرة بس بتقدر تخلينا واقفين على إجرينا صامدون تبعوا حالكم وتضلوا بخير ريما and James Show with Reema and James weekdays on Sultan Red starting at 8 a.m.